هل فقط في رمضان نتذكر فعل الخير؟ أبداً، دائماً نسعى إلى الخير في كل الأوقات وخصوصاً في رمضان. المكان لأن احنا غادي اللي في مناطق جبلية وعرة وصعبة المنال، أخذنا الطريق في اتجاه لأول مرة نذهب إليه. طبيعة عملي بالمدينة طبيعة فيها ضغوطات، فيها التزامات، فيها أشياء كثيرة. أقضي يومي بين المواعيد والضغط والأوراق والإدارات والأبناء. رمضان هو فرصة لنكرار الذات، إذا كانت لك رغبة أن تبادر إلى العطاء. نحن مجموعة من الشباب فكرنا إنشاء مؤسسة للعمل الخيري. الجمعية ديالنا كنديروا حفر الآبار، ترميم المساجد، كذلك العناية بالأيتام، كمساعدة المعوزين. هذه مؤسسة حديثة الولادة، هذه مبادرتنا الثالثة في رمضان، لكن هذه المرة سنرفع التحدي ونصعد جبال الأطلس. أخذنا الطريق في اتجاه لأول مرة نذهب إليه، المكان لأن احنا غادي اللي في مناطق جبلية وعرة وصعبة المنال. كانت الطريق جبلية وصعبة لكنها ممتعة، رائعة، خلابة، وصراحة كانت فرصة لاكتشاف مناطق لم نعرفها من قبل، مناظر تجعلك تستمتع وأنك تتجاوز تلك العقبات وتلك المنعرجات وتلك الطرق. سفر في الجبال صعب، تعرضنا لكثير من المفاجآت، وأول هذه الأشياء أدركنا الفطار في الطريق رغم أننا كنا مخططين أن نصل على العصر. إذا بنا نتفاجأ بمنعرجات وأن الشاحنة المحملة بالمواد الغذائية والمصاحف كانت يصعب عليها التمشي بسرعة وسط منعرجات وطرق، لكن أحد سكان الجبال عزمنا على الفطار رغم أننا لا نعرف ولا يعرفنا، وهذا ليس غريب على المغاربة. المفاجأة الثانية أن تعرضنا إلى عطب في عجلة السيارة، وما استدعانا أن نغيره في ظلام الليل الداكن وسط الجبال. بعد 10 ساعات من الطريق وصلنا إلى القرية، فوجدنا أناس بطريقة استرحاب رائعة أنستنا كل التعب. بعد استيقاظنا في الصباح الباكر وخروجنا من البيت وجدنا طبيعة أقول لك خيالية، رائعة جدا. بدأنا قافلتنا بتوزيع مصاحف القرآن على أطفال القرية بالمسجد، كانت فرحتهم رائعة. وبعدها بدأنا بتوزيع قفف رمضان على سكان القرية. في هذه القافلة جهزنا 100 قفة و200 مصحف للتوزيع في هذه القرية، وهدفنا أن نوزع الآلاف من القفف في المبادرات القادمة إن شاء الله. رغم بساطة هذه المؤونة إلا أن رمزيتها عظيمة في نفوس هؤلاء الناس، وهذا ما نسعى إليه، هو أن نشارك الناس بسطاء فرحتهم ورمضانهم. يعني صراحة السعادة في العطاء وليس في الأخذ. مدهج المنظر والبيوت وسط الجبال، سكن هؤلاء الناس في الجبال وحتى زراعة في الجبال. كم نحن صغارا أمام الطبيعة. أخرج، سافر، غامر، اكتشف. التطوع في العمل الخيري هو فرصة للخروج من منطقة الراحة، من ضغوطات، من الجدران التي تحاصرك، من ذلك الأنان المحدود، من المدينة نحو فضاء أوسع، نحو ثقافات أخرى وأناس آخرين. رمضان فرصة من أجل التغيير.